السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. اغتال مسلحون مجهولون 3 جنود من قوات الجيش الوطني، وأصابوا 6 آخرين في هجوم شنه غربي مدينة تعز. ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسكري قوله إن المسلحين أطلقوا النار على الجنود في حي برباشا، ما أدى إلى مقتلهم على الفور. حادثة الاغتيال الأخير جاءت عقب سلسلة طويلة من الاغتيالات التي استهدفت عسكريين يتبعون ألوية في الجيش الوطني. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى متى سيظل الإرهاب المتجول في تعز يحصد أرواح العسكريين؟ وما الذي تحتاجه هذه المحافظة لترسيخ الأمن وإيقاف عمليات الاغتيال؟ إذن في ظل حصار مطبق وقصف لا يتوقف وانفلات أمني تعيشه مدينة تعز، تعود دائرة الاغتيالات مجدداً مستهدفة قوات الجيش والأمن وخالقة فراغاً أمنياً شمل المدينة وضواحيها. اغتيالات عديدة تحصد أرواح العسكريين ورجال الأمن وتفتح ثقباً أسود في المساحة المحررة من المدينة. وعلى الرغم من تنفيذ القوات العسكرية في المدينة حملة واسعة لمطاردة عناصر متطرفة متهمة بالوقوف وراء عمليات الاغتيال، إلا أن ذلك لم يغير شيئا في المعادلة. وسواء كانت تعز تشهد مجازر يومية ضحاياها من المدنيين أم عمليات فردية عبر دراجات نارية ضحاياها أيضا من العسكريين، فإن النتيجة واحدة، هو استمرار نزيف الدم في تعز أمام عجز السلطة المحلية وغياب محافظ المحافظة. مشاهدينا سنبدأ النقاش بعد أن نشاهد هذا التقرير. ما إن مضت ساعات قليلة من نهار العيد في تعز إلا وعادت أخبار القتل إلى الواجهة، حيث تحاول المحافظة الدخول في لحظات الأفراح لكن لا تخرج منها سالمة. وماذا لو صدرت الأخبار على أن جماعة الحوثي تقتل النساء في الطرقات؟ فذلك تساؤل ليس بجديد، خصوصا في تعز حيث فشل تحالف الانقلاب بإنجاز مشروعه فأبقى على القتل لمجرد القتل فقط. قد لا يكون استهداف حافلة ركاب تقل عددا من النساء آخر الجرائم التي تمارسها جماعة الحوثي وصالح، لكنها أيضا تسابق الوقت لحصد أكبر رقم من الضحايا المدنيين، كما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على حافلة ضمن موكب عرس في مفرق شرعب بمنطقة حذران، ما أسفر عن استشهاد امرأة وإصابة 5 نساء أخريات. وتلك كانت حصيلة الميليشيا على حدود المدينة. أما في الوسط لم تمض سوى ساعات من نهار، كانت هي القسط المستقطع للراحة لتعود ميليشيا أخرى وتؤكد حضورها في العيد كباقي الأيام. إنها لن تتوقف عن القتل ووضع الحياة في تعز في سياقها المختل بهذه العصابات في زمن قل أن تجد ولو يوما واحدا تمضي فيه المدينة بسلام. وذكرت مصادر مطلعة أن 3 جنود من قوات الجيش الوطني قتلوا في هجوم شنه مسلحون مجهولون غربي المدينة بعد أن أطلق المسلحون النار على الجنود في حي برباشا، ما أدى إلى مقتلهم على الفور. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من تعز محمود المحمودي نائب مدير أمن مدينة تعز. إذن سيد محمود مساء الخير. فراغ أمني تعيشه مدينة تعز منذ فترة طويلة أمام انتقادات واسعة للأجهزة الأمنية، كيف تتحرك الأجهزة الأمنية في ظل هذا الوضع؟ السلام عليكم لك ولمشاهديك الأعزاء وضيوفك. أولا نريد أن نصحح الاسم، محمد المحمودي وليس محمود. إذن أهلا بك سيتم التصحيح. ما يحدث في مدينة تعز هذه نتيجة طبيعية دائما بعد أن تم تدمير الجهاز الأمني بالكامل، نتيجة طبيعية لعدم إعادة بناء هذا الجهاز أو دعم إعادة بناءه. لا يوجد لهذا الجهاز أي ميزانية تشغيلية، لا يوجد لهذا الجهاز أي دعم حقيقي من الشرعية أو من دول التحالف. تعددت الأسباب كما قلت في تقرير الإصابة، تعددت الأسباب. والموت دائما نتيجة لأبناء تعز. الحوثي يقتل أبناء تعز بقذائفه البعيدة وصواريخه. الجماعات الإرهابية وكذلك الجماعات المتطرفة والعصابات تقوم بقتل أفراد الجيش الوطني وأفراد الأمن أمام برأة من الجميع. مدينة تعز هي المدينة الصامدة لهذا الحصار لمدة 3 سنين،
استطاعت أن تكسر هذا الغاز، استطاعت أن تنهي أسطورة الهيمنة الهضبة، فالآن تجازى والآن تعاقب عقابا شديدا. الحوثي وكذلك المخلوع هم في أو وصلوا إلى نتيجة حقيقية بأنهم لا يستطيعون كسر المقاومة في محافظة تعز أو اختراقه، فعملوا على إثارة الفوضى والاغتيالات والقتل في الجبهة الداخلية. نعم، لكن هناك عمليات سابقة سيادة العقيد تمت في المدينة، وأيضا اليوم عملية. هذه العمليات لم يعرف الطرف المنفذ لها، أو يعني لم تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض على المنفذين ومعرفة هويتهم. يا أخي، بالنسبة لمعرفة كل مرتكبين هذه الجرائم هي معروفة تماما لدى القيادة الأمنية وكذلك قيادة الجيش الوطني، هي مرصودة بالكامل، إلا أن الإشكالية هي في عملية الضبط. هذا الأمني لا قوي الضبط بكل صراحة، لا يمتلك أطقم ولا يمتلك تسليح ولا يمتلك كميزانية تشغيله، لا يمتلك كميزانية لتشغيل سجن، لا يمتلك شيء. كان هذا الجهاز بدأ يعمل وبدأ العودة إليه تدريجيا حتى إلى في بداية 2017 نهاية 2016، حتى تم القضاء عليه مبرما. تم الهجوم على هذا الجهاز في 24/1 يوم النكسة الأمنية فيه، التي أدت إلى القضاء الكامل على هذا الجهاز. نعم، تم رفع تقارير وتخاطب مع كل الجهاز بالتحالف والحكومة الشرعية ووزارة الداخلية وكل أبناء هذه الدولة اليمنية لإنقاذ مدينة تعز وإعادة الجهاز الأمني، إلا إلى اليوم لم نعم تفضل سيادة العقيد. حتى مرتبات الجهاز، حتى مرتبات الجهاز إلى اليوم لم تصرف مرتبات، ما زالت في إشكالية كبيرة بيننا وبين الوزارة. الوزارة لا تصرف إلا بعد مهاترات كبيرة بيننا وبينهم، بعد استطاع مبالغ كبيرة من هذه المرتبات. لن نستطيع أن نعيد ترتيب جهاز الأمن وإعادة تفعيل بمرتب ثابت مستدام، إلى جانب إمكانيات لا نقول الإمكانيات الكبرى ولكن الإمكانيات المتوسطة التي تجعله يستطيع أن يقف على رجليه، يستطيع أن يقف على أول خطوات بناء الدولة ومؤسسات الدولة. هناك غياب كامل لكل مؤسسات الدولة الداعمة لهذا الجهاز. نعم، ولكن سيادة العقيد، يعني أنت تحدثت أن الأجهزة الأمنية تعرف بالتحديد أو بالضبط منهم الذين يقفون وراء هذه العمليات، يعني هنا فهل المشاهد أيضا أن يعرف من هي هذه الجهات؟ هل هي تابعة لتنظيم القاعدة أم أنها محركة من قبل الميليشيات والمخلوع صالح، أم أنهم يعني أطراف لنفترض في المقاومة أو في الجيش، من هذه الأطراف التي تعمل على اغتيال أفراد الأمن والجيش يوم بعد آخر؟ من يقوم وراء هذه العمليات الاغتيال هي خلايا نائمة للنظام السابق للمخلوع والحوثي. نعم، التي نشطت في الفترات الأخيرة عندما لم يستطع أن يكسر إرادة هذه المدينة وأبنائها المقاومين، الآن يحاول أن ينشر الفوضى والقتل في الجبهة الداخلية. هو عمل واحد، من يقتل أبناء المقاومة هو الحوثي والمخلوع تحت أي مسميات، لا تحت أي مسميات كانت، إرهابية أو متطرفين أو جماعات أو جماعات منظمة عصابات. نحن أمام المرحلة الثانية من حرب هذا النظام، وهو نشر الفوضى داخل مجتمعات اليمنية لعدم إعادة بناء الدولة ومؤسساته. نعم، لكن هذه المعلومات يعني هي معلومات تخمينية أم أنكم توصلتم إليها من خلال تحقيقات أو من خلال القبض على بعض المنفذين لهذه العمليات؟ هذه معلومات أكيدة وموثقة، لأن كل من يعمل على اغتيال ونشر الفوضى داخل مدينة تعز هو يتبع أجهزة الاستخبارات والأمن القومي السابق للنظام السابق، وكذلك ما يسمى ببعض الجماعات الإرهابية التي أنشأها ذلك النظام لابتزاز العالم. نعم،
إذن ابقى معي سيادة العقيد محمود المحمودي، ودعنا نشرك معنا بالنقاش. سينضم إلينا أيضا من تعز الصحفي محمد أمين الشرعبي. سيد محمد مساء الخير. مساء الخيرات يا أخي. أهلا بك سيد محمد. أيضا الملف الأمني في تعز يعتبر من أكثر الملفات الشائكة منذ بداية الحرب، كيف تنظر إلى واقع ذلك؟ طبعا بدأت الاغتيالات وعملية الاغتيالات التي تشهر في الجيش الوطني بوتيرة عالية تقريبا من قبل 3 أشهر. يعني كانت العملية طبعا ما بين العملية والأخرى يعني تقريبا شهر، لكن الآن أو أسبوعين، لكن الآن لم يمر يعني 24 ساعة ويعني العملية الثانية تحدث هنا وهناك. فالتسارع المخيف في عملية الاغتيالات يدل أن هناك أيضا يعني من قبل من يقومون باستهداف الجيش الوطني، من قبل هذه الخلية التي تستهدف الأفراد بالجيش الوطني، إنهم يرتبون أنفسهم بشكل جيد ويأخذون راحتهم أيضا في التنظيم والاستهداف المنظم بشكل يعني دقيق. نعم، لكن مقابل هذا كيف تقيم الجهود أو دور الأجهزة الأمنية والعسكرية في مدينة تعز في مواجهة كل هذا؟ طبعا للأمانة أنا نكلمك بشكل صريح، يعني الأداء الأمني طبعا تقول أنه الأجهزة الأمنية بتعز شبه منعدمة، يعني شبه يعني غير موجودة، شبه غير موجودة بشكل فاعل. يعني هذا يعني ربما يكون هناك في إدارة الموصل ربما ما باعتبار أن المديرية أنا يعني الذي يعني فيها ربما أداء أمني ربما يعني ليس بالمستوى الكبير لكن موجود، لكن هو أيضا بشكل عام تعز أيضا تفتقر إلى الأداء الأمني عند بشكل كامل، لأنه غياب الإمكانيات والمبررات التي يعني كان يتناولها الجميع منذ قبل منذ بداية تعيين محافظة تعز من ضرورة تفعيل الجانب الأمني وعملت أيضا خطة يعني عملية مدروسة لإعادة تفعيل الأجهزة الأمنية بشكل كامل، منها الأجهزة الاستخباراتية والتحريات في البحث الجنائي. لأنه أيضا أساسا لا يصلح أن يكون فهم العمل الأمني أنه ليس أنه تخشيت أكثر عذرة للتجديد في الأمن وتزودهم بالآليات، فالأمن أولا وأخيرا هو وجود معلومات. يعني أنا الآن لو يكون عندي لو هناك أكثر من يعني عنصر أمني فاعل ومدرب ويعني كامل مكتمل، لكن يفتقر إلى المعلومة، يعني معناته أنه أنا ما عملتش حاجة. إذا لم يفعل جهاز الأمن السياسي وجهاز الاستخبارات الحربية والتحريات في البحث الجنائي هذه الجهاز الثلاثة، يعني معناته أنه أنا ما عملت شيء، لم أعمل شيء يعني عملي، أو لم أعمل أشياء أستطيع فيها أن أضبط الأمن بشكل دقيق. يعني تقوم حملة أمنية معينة على بيانات ومعلومات جاية من جهاز الاستخبارات معينة بشكل دقيق، لكن أنا بهذه العشوائية أعتقد أنه لم يتم ضبط الآن بالشكل المطلوب. نعم، إذن سيد محمد ابقى معي، أعود لضيفي العقيد محمود المحمودي. سيادة العقيد، يعني كما سمعت ضيفنا الآخر الصحفي محمد أمين الشرعبي يقول أنه مهما كانت إمكانيات قوات الأمن وأيضا يعني وجود جنود الأمن، لكن في ظل غياب أجهزة الاستخبارات وجهاز الأمن السياسي تحديدا تظل يعني قدرات الجهاز الأمني ضعيفة في المدينة. كلامه كلام حقيقي. الجهاز الأمني مثلا في إدارة أمن تعز لا يمكن أن تعمل إلا بالأذرع الأمنية للأجهزة الاستخباراتية، جمع المعلومة وتحليلها والرصد. ولكن أؤكد لك بأنه الجهاز الأمني في محافظة تعز مع الأذرع الأمنية من الأجهزة الاستخباراتية، هذه هي الأجهزة التي لم ينفق عليها شيء، هي الأجهزة المفقرة التي لم يتم إعادة بنائه أو رد في شيء. نعم. يعني الملاحظ أو المتتبع للأمر قد يرى بأن هناك استهداف لعدم إعادة أمن هذه المحافظة، هناك قد يكون مشروع لعدم استقرار محافظة تعز ممثلة في إعادة أمنه. هل هناك
يعني سيادة العقيد، هل هناك يعني احترازات أمنية تقومون بها لمنع تكرار هذه العمليات التي تحدث بين فترة وأخرى؟ نعم، نحن نعمل احترازات بقدر الإمكان. نحن نستفيد من قوة الجيش الوطني والشرطة العسكرية وكذلك قوة المقاومة الشعبية. نحن أشرفنا على عدد من الحملات الأمنية التي كانت لها نتائج طيبة في ضبط كثير من الرجال خارجين على القانون والجماعات خارجة عن القانون، ولكن كنا نلاحظ بعد كل حملة أمنية ناجحة يكون هناك استهداف مباشر للأجهزة الأمنية وقطع كل الموارد التي تغذي هذه الحملات أو تغذي إعادة الأمن. نعم، إذا ما تحدثنا عن التداخل الحاصل بين الأجهزة الأمنية وأيضا الدوائر التي تسيطر عليها جماعات مسلحة في تعز، كيف يمكن تفسير ذلك؟ لا يوجد أي تداخل بين الأجهزة الأمنية، لأن جميع الأجهزة الأمنية تعاني وتحتضر. بالنسبة لبعض المناطق التي هي معزولة أو مناطق تتكون فيها هذه الجماعات العصابات، عبارة عن عصابات تعمل على قتل أبناء المقاومة، هذه مناطق ليست كبيرة وليست مشكلة كبيرة، ولكن المشكلة الأساسية في عدم الدعم هذا الجهاز وعدم عمل استراتيجية حقيقية لإعادة مؤسسات الدولة وكذلك هذا الجهاز إلى العمل. يا أخي، محافظة صامدة محاصرة لمدة 3 سنين، لها سنة لا تستلم أي رواتب، الناس ما يتنجوع داخل هذه المحافظة، كيف ستضبط الأمن والفقر يدب بكل مفاصل هذه المحافظة بكل أسرها؟ الفقر معروف بأنه من أكبر المشاكل الأمنية، وهو أكثر من يدفع الشباب إلى العمل مع العصابات الآتية أو العصابات التي تقوم بالقضاء على أمن تعز. نعم، إذن هنا لو لديك رسالة أخيرة للحكومة وأيضا يعني رئيس الجمهورية أو التحالف العربي في يعني حل هذه المشكلة وأيضا تقديم الدعم للأجهزة الأمنية في تعز لكي يتم ضبط الوضع في المدينة. رسالتي لرئيس الجمهورية وقوى التحالف والحكومة الشرعية بأن تعز هي المدينة الصامدة، هي التي كسرت مشروع الكهنوت ومشروع المخلوع، فيجب الاهتمام بهذه المحافظة وإعادة الدولة ومؤسساتها إليها. يجب ألا تعاقب. نعم. مواطني تعز يلاحظون ويؤكدون بأن هناك سياسة عقاب لهذه المحافظة، عقاب حقيقي من المخلوع وميليشياته وكذلك الحوثيين، والأسف الشديد من قبل الحكومة الشرعية والتحالف شركائنا في هذه الحرب المصيرية. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر سيادة العقيد محمد المحمودي نائب مدير أمن تعز، كنت معنا من هناك، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي الآخر الصحفي محمد أمين الشرعبي. سيد محمد، في ظل المعطيات التي تتحدث عن وجود تداخل أمني بين الجهات الأمنية والعسكرية من جهة، وأيضا جماعات مسلحة تسيطر على نقاط أمنية من جهة أخرى، إلى أين يمضي المشهد الأمني باعتقادك؟ هناك نقطة مهمة جدا في هذا الموضوع. يعني أنا أكلمك عن قد تكون الاغتيال لما يحدث في تعز الاغتيالات اللي في الجيش الوطني، لا نستطيع أن نجزم ونقول أنه كل هذه الاغتيالات اللي تحدث أنها لعصابات لها أحداث، يعني تقدم أجندة سياسية معينة للميليشيات ورئيس صالح. هناك ايضا ما حدث من اغتيالات لعدد من افراد الجيش الوطني، وهم بعضهم يعني اكثر يعني لنهب اسلحتهم، يعني حدث اكثر من حادث من قتل افراد من الجيش الوطني وهو عائد الى منزله، قتلوا اخوه وخذوا سلاحه، وتم القبض على الجناه، وتم سبب انه يعني انه سقوا على سلاحه او اخذوا، وربما ليس انه الجنة، لكن اقول لك انه لا نقول انه كل الاغتيالات هذه تكون في جماعه السلاح لهدف سياسي او للتصفيات داخل الجيش الوطني. عندنا هالنقطة معينة مهمة جدا طرح ضيفكم العزيز، انه فعلا الفقر الحاصل في المدينة والوفاقة ومشروع التضويع وإذلال لأبناء تعز فعلا قد تدفع الناس جميعا، معظم الشباب العطل عن العمل ولا إلى الجريمة بشكل منظم.
ومشاكل الاغتيالات اللي حدثت في المدينه. نعم، لكن هنا ايضا نقطه سيد محمد، يعني ضيفي ايضا تحدث انه كل العمليات بشكل عام التي تنفذ في تعز هي بتدبير وايضا تخطيط واشراف واداره ميليشيات الحوثي والمخلوع في تنفيذ هذه العمليات. لم اقل لك انا لم اقول ان ليس هناك عمل منظم لهذه الجماعه، لكن اقول انه ايضا العمليات انه السياسه التي تنتهجها الحكومه الشرعيه في ابقاء ابناء هذه المحافظه اكثر من 10 اشهر بدون رواتب، وفي ظل هذه السياسه التي يعني ترتيع ابناء تعز يعني بالجوع والفاقه، يعني هذا ميدان خصب، مجال خصب انه ينتقلوا كلها الى شباب العمل الجريمه، العمل الجنائيه والاجرام والسرقات والسطو وهذه الاعمال التي توجد هنا وهناك. ما عوده لمسؤولك ايضا انه ما هو حاصل للنقاط الامنيه العسكريه المتوزعه هناك هي ايضا تحدث عائق ايضا في العمل الامني، لان كل هذه الجماعات التي مثلا لديها نقطه عسكريه في مدخل المدينه هنا ايضا يعني لا تعتمر، يعني اصلا كل النقاط العسكريه داخل المدينه لا تتبع الجيش، انما تتبع الامن والشرطه العسكريه، فكيف تفسر لي انت لما تكون نقطه عسكريه في مدخل المدينه تتبع لواء عسكري معين؟ هو مش شغل اساسا، هو شغل الامن، لما يكون نقطه عسكريه للشرطه العسكريه وامامها للجيش الوطني. يعني نفهم ان هناك تداخل. ايوه هناك تداخل، بينما ضيفي العقيد محمود محمد او عفوا محمد المحمودي يؤكد ان لا وجود اي تداخل بين الاجهزه الامنيه والعسكريه في المدينه. فسر لي الان ما هم من يدير النقاط العسكريه في مداخل المدينه؟ هم اللي يتبعون اولياء عسكريه ويتبعون يعني فصائل معينه، بينما ما هو موجود للجيش للامن فقط هو انتشار للشرطه العسكريه في المحيط او المربع اللي هو مديرية أمر المظفر في الجزء الشمالي للمدينة فقط، وليس انتشار لكل المدينة. انتشار الشرطة العسكرية يعني الأمن هو النجدة والشرطة العسكرية والأمن المركزي داخل المدينة، هؤلاء ليسوا موجودين، فقط ما موجود لحفظ الأمن موجود النقاط العسكرية والتفتيش التي هي مهمة الأمن، هم أيضا فصائل يعني اقصد انوية عسكريه معينه، ويحدث بين هذا لانه كل نقطه عسكريه تتبع لواء معين، وهناك ايضا حصلت اكثر المشاكل بين هذه النقطه العسكريه وتلك بسبب انه يعني عدم وجود تنظيم وتنسيق بين هذه الجماعات، لان اصبحت هذه النقاط العسكريه مجرد يعني للفيل واكثر من لجذب الاموال يعني السيارات القادمه لتعز، يعني كانه يعني جبايه يعني وليس مهمه امنيه تتحول المساله. نعم، اذا وضحت الصوره، اشكرك جزيلا الصحفي محمد امين الشرعبي، كنت معنا من تعز. مشاهدينا ارحب ايضا بضيفنا، سينضم الينا العقيد عبد الباسط البحر نائب المتحدث باسم الحمله الامنيه والجيش في تعز. سيد او سياده العقيد عبد الباسط، مساء الخير. مساء الخير والعافية، وأهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أهلا بك سيادة العقيد، بداية ما هو الجديد؟ هل تعرفتم على هوية من قام بعملية الاغتيال الأخيرة التي استهدفت 3 جنود غرب تعز وأيضا الحوادث السابقة؟ الحقيقة يعني وجودي مع وجود الأخ العقيد المحمودي طبعا سيكون الكلام مكررا بحكم انه نحن الاثنين عضوين في اللجنه الامنيه، وبالتالي ما تفضل به الاخ القائم باعمال مدير الامن هو كلام يعبر عن الجميع. طبعا مثل هذه الحوادث تحدث بس احيانا مع ملابسات اخرى كثيره تكتسب يعني نوع من الزخم او نوع من الهاله الاعلاميه نتيجه بعض الظروف الموجوده. والا يعني مثل يعني هذه الحوادث احيانا هنا او هناك تحدث، الان في تعز نتيجه الـ يعني انا اقول التركيز على قضيه الاغتيالات وقضيه الانفلات الامني وقضيه كذا، اصبح اي حادث حتى لو في شجار او في مشكله على ارضيه او على عقار او حادث جنائي باحت او خلاف شخصي او كذا تغير كلها الى قضايا اغتيالات وقضايا امنيه وقضايا. وبالاخير هي قضايا امنيه سياده العقيد، يعني هو اذا كان وجد الامن بالمدينه لن يتم التشاجر على اراضي ولن يتم التشاجر على اشياء كثيره.
نعم، القضاء الأمني أقول لك موجودة، لكن يعني التركي الاغتيال يأخذ طابع سياسي وطابع آخر، يعني يحمل رسائل أخرى كثيرة. غير الحدث الجنائي الذي يحدث هنا وهنا قد يحدث. بالمحصلة بالمجمل أنا أقول لك مثلا ما حدث الحدث الأمني هذا الذي حدث أيضا، وقد الأخ وكيل المحافظة داخل في القضية، وإن شاء الله القضية في طريقها إلى الحل وتسليم المطلوبين. ما هي تفاصيل هذه القضية سيادة العقيد؟ قضية نتيجة خلاف شخصي سابق بين يعني أحد قادة المجاميع مع يعني مدير أو قائد الأمن قوات الأمن الخاصة، ويعني حدث بعض الملابسات او بعض الاشكاليات عند بعض الافراد، ولم يعني يستوعبوا مهمتهم تماما، فكان هناك اعتداء على طاقم الامن المركزي او قوات الامن الخاصه بالمسمى الجديد. نعم. يعني نتج عنه بعض الحوادث وردات الفعل من هنا وهناك. هذه القضية فتح فيها تحقيق، طلب الطرفين، تشكلت لجنة يتابع وكيل المحافظة في القضية، وسيسلم إليه المطلوبين الذي يعني توفرت الأدلة عليهم. نعم. وسيتم حلها إن شاء الله عز وجل. نعم، لكن بالمجمل يعني هذه العمليات، هل يعني عمليات تمت اغتيالات ذات طابع سياسي أم أنها قضايا شخصية؟ قلت لك يجب أن نفرق بين الحوادث البنائية وبين الاغتيالات السياسية وبين الحوادث العرضية التي تحدث أحيانا. نعم، لكن مجمل ما حدث في تعز، يعني هناك عمليات كثيرة تمت خلال الأيام الماضية، هل يعني معظم هذه الحوادث تحمل طابع سياسي وتعتبر اغتيالات أم أنها يعني مشاكل شخصية أو فردية؟ معظمها ذات يعني مزدوجة وتحمل رسائل سياسية، يعني وتحمل بصمة وطابع الاغتيال المستهدف لعناصر، بالذات التي تستهدف عناصر الجيش الوطني. هذه ممنهجة ويعني أيادي محترفة ومجرمة وخارجة عن النظام والقانون وتقوم بهذه العمليات. نعم، هل تمكنت القوات الأمنية والعسكرية من ضبط أي جنات لأي عملية سابقة؟ نعم، هناك كثيرين موقفين على ذمة عدة قضايا وإشكاليات، موقفين في سجن إدارة الأمن أو في سجن الشرطة العسكرية، وسيتم قريبا فتح السجن المركزي في مدينة تعز، وهناك أيضا من تم مداهمة أوكارهم أو أماكن تمركزهم في الحملات الأمنية السابقة، وتم إلقاء القبض على عدد منهم وجاري التحقيق. نعم. معهم، من ثبت تورطه سيحال إلى النيابة العسكرية والمحكمة، ومن ثبتت براءته سيتم إطلاق سراحه، والاتفاق وتدخلت شخصيات ووجاهات في تعز. نعم. على هذا الأساس، على أن الجميع يعني يرفع اليد والغطاء ويتم تسليم القتلة والمطلوبين ومن يقومون ب يعني فواصل. نعم. وحواجز في الحارات أو يقوم بالاغتيالات والاختطافات لأفراد الجيش الوطني. نعم. هؤلاء مجمع عليهم في تعز أن يتم تعقبهم وتسليمهم. نعم، هنا سؤال أخير سيادة العقيد وبأقل من دقيقة، هل يمكن القول أن الحملة الأمنية والعسكرية الحالية وأيضا الحملات القادمة أصبحت بلا فعالية اليوم أم ماذا بالضبط؟ الحملة الأمنية ناجحة جدا وهي مستمرة وستشهد تصعيدا أكثر وتنسيق أعلى وتنظيم تعاون أيضا مع القوات الألوية العسكرية وتخصيص كتائب أمنية أيضا في الألوية العسكرية وتكليف كل لواء بقطاعه ووضع دوريات ونقاط وحواجز أمنية أيضا، وأيضا تفعيل دور الأجهزة الأمنية الأخرى الاستخباراتية وال الأمن السياسي والأمن القومي وغيره لجمع المعلومة وضبط المطلوبين، وهي مستمرة حتى يعني إنهاء هذه الظاهرة الغريبة على ثقافة تعز والدخيلة على مدينة تعز المعروفة بالتعايش والسلمية وبالثقافة والحضارة، ولذلك تحصل ترحيب واسع جدا من الحاضنة المجتمعية، وهناك تعاون مجتمعي و ترحيب وتأييد، وأيضا حتى في مختلف الألوية العسكرية والتشكيلات. نعم. تعز بدعم الحملة الأمنية حتى تتم عملها بنجاح.
نعم، إذن يعني وضحت الصورة. أشكرك جزيلا العقيد عبد الباسط البحر، نائب المتحدث باسم اللجنة الأمنية والجيش، وأشكر أيضا كان معنا صحفي من تعز محمد أمين الشرعبي، والشكر أيضا للعقيد محمد المحمودي نائب مدير أمن تعز. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله.